بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. أخدشنا ماء العينين، نائبة برلمانية سابقة، نائبة رئيس مقاطعة جامع الفنا سابقا، وكذلك نائبة رئيس مقاطعة باب غمان سابقا، ونائبة رئيس لجنة العدل والتشريع في البرلمان، نائبة رئيس أيضا لجنة الخارجية في البرلمان، وعدة مهام منهم رئيسة جمعية الصداقة المغربية الفلسطينية في الإمارات في أبوظبي، كذلك سفيرة النوايا الحسنة لجمعية الأمم المتحدة في أمريكا، حاصلة على عدة شهادات تقديرية من عدة دول، والمجال لا يسمح بسرد هذه الأمور كلها، ولكن أهم من ذلك إنسانة تريد خدمة الوطن والمواطن. والآن ترشحت كوكيلة لائحة مع الأستاذ خالد الفتاوي المحامي، هو كوكيل لائحة الرجال، وأنا كوكيلة لائحة نسائية موازية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل مراكش مدينة داخل الصور. أتمنى إن شاء الله أن يكون عندنا حظوظ، لأن الاتحاد الاشتراكي بحكم على أنه دائما عنده أعضاء لكن لم تكن له حظوظ في تسيير الشأن المحلي كعمودية مراكش، كرئاسة مقاطعة داخل مراكش. ونحن بهذه اللوائح التي قدمها الحزب الاتحاد الاشتراكي داخل مراكش بصفة عامة، فيها أطر، فيها محام، فيها أساتذة جامعيين، فيها ناس مثقفين وأطر داخل وكذلك مرشحين محبوبين داخل دائرتهم. فنتمنى من المواطنين المراكشيين، أبناء سبعة رجال وبنات سبعة رجال الأعزاء الكرماء، أن يصوتوا بكثافة يوم 8 تشرين، أن لا يكون هناك عزوف. ففكرة أنا ما غاديش نمشي نصوت راه فكرة خاطئة، لأن إلا ما مشيتيش تصوت غادي يبقى هادوك الناس اللي هما جعلوك أنت ما باغيش تصوت وما باغيش تشارك في هذه الانتخابات وما باغيش كاع نخرج أنا من داري ذاك النهار. هذه فكرة خاطئة، راه غيبقاو نفس الناس اللي أنتم ما باغينهم. فالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، المشاركة في الديمقراطية كتعبر بأنك إنسان مواطن عندك حق باش تصوت، تصوت بالإيجاب أو بالرفض أو حتى تدير الورقة تعتبرها لاغية ما تصوت على اتحاد حتى، هذا راه حقك الديمقراطي. المهم الدول النامية، الدول الديمقراطية، راه المشاركة بكثافة في الانتخابات هي اللي كتعبر عن الوعي ديال الشخص والوعي ديال المواطن. فبهذا كنتمنى من عند الله تبارك وتعالى أخواننا المراكشيين، كيف قلت أخواتي المراكشيات، باش تصوتوا على حزب الاتحاد الاشتراكي وتصوتوا بكثافة، صوتوا على اللائحة اللي ترأسها الأستاذ خالد الفتاوي، وأنا كوكيلة لائحة النساء. فإن شاء الله باش نهار 8/9 باش نمشيو إن شاء الله نديروا خط على هذا وخط على هذا، باش تشاركوا هذا العرس الديمقراطي اللي كيعبر عن الوعي ديالنا وعن اختيارنا الأشخاص المناسبين في المكان المناسب. أعطونا فرصة باش حتى حنا نسيروا الشأن المحلي، باش تعرفوا واش هذا الكلام اللي كنقول لكم صح أو غير صحيح. فالتجربة هي اللي ما يحاسبنا شي حد، لأن عمرنا احنا كحزب ما عمرنا خدينا رئاسة شي أو عمودية أو هذا. فنتمنى من عند الله يعطونا الحق باش حتى احنا نسيروا هذا الشأن المحلي، ونكونوا إن شاء الله يا ربي عند حسن ظنكم، وممكن لكم تحاسبونا في أي وقت. احنا ماشي من الناس اللي كيسدوا البيروات ديالهم، عندنا تجربة في هذا الشيء الحمد لله، لا عند سيد خالد الفتاوى ولا عندي، لأنه مارسنا الحمد لله الشأن المحلي. البيروات ديالنا دائما مفتوحين، ديورنا دائما مفتوحين للساكنة، مرحبا بأي واحد جاي عنده شي حاجة باغي يحاسب أو يقول ما درتولناش كذا، فاحنا مستعدين في أي وقت للمحاسبة، مستعدين في أي وقت نضم المواطن ونحميهم من جميع الأمور اللي هي ما كتعجبوش. نتمنى من عند الله تبارك وتعالى نكونوا عند حسن ظنكم، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا.